هيا هوا انا السلسل رايحة تعدي على روحي وحبيبي وسلو يا هوا. مين منا ما غنى هالأغنية؟ رقص على أنغامة أو حتى أهداها لحبيبه؟ هوا يا هوا أغنية من كلمات الشاعر الغنائي الكبير محمد حمزة ومن ألحان عبقر النغم بليغ حمدي. أما الصوت اللي قدم هالأغنية ووصلها لكل العالم العربي فهو عفاف راضي. وقف يا عبور يا عبور الساعة 12 اللي رايح لحبيبي خدني عفاف راضي من مواليد مصر عام 1954، لمعت ببرامج الأطفال بحقبة الستينات، أما بالسبعينات فدرست البيانو واحترفت الغناء لتبدأ مشوار الطويل مع عالم الفن، فمثلت بالإذاعة وبالتلفزيون وعلى خشبة المسرح وحتى بالسينما. يمكن على باله حبيبي، يمكن عن باله أغيب، لكن والله يا حبيبي عن بالي مهرجان الزمن الجميل هالعام حاب يتذكر عفاف راضي ويكرمها ويشكرها على عطاءاتها كممثلة ومغنية، والزميل فراس حليمي كان التقيها على هامش هالتكريم. ست عفاف منورة بيروت وسعيدين بحضورك معنا، ولبنان هيك فرحان بوجودك. خبريني أول شيء عن ذكرياتك بهالبلد، قديه كتير وحلوة. طبعا أنا سعيدة جدا أن أنا في لبنان مع أهلي وحبايبي. ذكرياتي في لبنان جيت حفلات كتير أنا قبل كده، ومنهم حفلة كانت مع فريد الأطرش، فدي ذكريات جميلة في لبنان وشعب لبنان. التكريم طبعا بليق فيك بعد هالمسيرة الحلوة الطويلة اللي قدمتيها، لكن في دايما في محطات بتكون مميزة ومختلفة. محطة هوا يا هوا لا شك بأنها من أجمل المحطات، واللبنانيين كلهم بيحبوا هاي الأغنية. قدي كان هالأغنية وجه خير عليك؟ أكيد دي من أوائل الألحان اللي أنا غنيتها. أول ما غنيت ترد السلام، تاني غنوة على طول كانت هوا يا هوا، يعني بقى لها زمن طويل ومع ذلك عايشة مع الناس والناس بتحبها وكأنها يعني معمولة دلوقتي. نجوم لبنانيين كتار غنوا هالغنية بحفلاتهم وانتشرت بأصوات الشباب كتير، بكل الحفلات بتتغنى. سمعتيها بصوت حدا عجبك؟ انبسطتي فيها؟ كتير انا سمعتها بناس كتير يعني الحقيقه، وكلهم حلوين. ورغم مرور كل هالسنوات ما زالت هوا يا هوا من اهم واشهر الاغاني اللي بتتغنى لليوم باصوات اهم الفنانين. هوا يا هوا انا صوت صيف رايحه تعدي على روحي وحبيبي خدني يا هوا وياك رساله ويمكن يقرا ويجي حالي وحشه وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجي حبيبي اللي مسافر ده حبيبي. غياب عفاف راضي عن الساحة الفنية لسنوات طويلة ما جعلها تخسر شغفها، وخلال السنوات الأخيرة قررت تعود نشاطها لكن بشكل محدود ومدروس. خليك فترة بعيدة شوية عن الوسط الفني، في أمل بعودة؟ في أغاني موجودة عندك؟ إن شاء الله قريب في حاجات كتير. أنا عملت حفلات في دار الأوبرا السنة اللي فاتت، الصيف اللي فات عملت 3 حفلات، والسنة دي إن شاء الله برضو عندي حفلات وبحضر ألحان جديدة إن شاء الله بإذن الله. وفي أغاني جديدة يعني إن شاء الله ضروري. الفن أعطاك أكتر ولا أخذ منك أكتر؟ لا أعطاني طبعاً، فني أعطاني حب الناس، دي كفاية لوحدها. في ختام اللقاء عفاف راضي وجهت كلمة لمحبينا اللي هي كمان اشتقت لهم مثل ما اشتقوا لها. أنا سعيدين فيك. كلمة هيك للبنانيين بالآخر لبيروت، شو بتحب تقولي؟ بقول لهم مبسوطة قوي إن أنا معاكم وبينكم، ويا رب دايماً لبنان تبقى في استقرار وفي نجاح وتقدم إن شاء الله. جرحتني عيون